تشهد غرف التبريد المتواجدة عبر مختلف ولايات الوطن هذه الأيام بداية تفريغ مخزونها، عملية باشرتها مصالح الفلاحة بالتنسيق مع شركائها، وذلك بهدف توفير مختلف السلع خاصة الواسعة الاستهلاك منها قبل حلول شهر رمضان الكريم. في إطار متابعة عملية تفريغ المنتجات ذات الاستهلاك الواسع لا سيما مادتي البطاطا والبصل وتحضيرا لشهر رمضان المعظم، نشرف اليوم على عملية تفريغ مادتي البصل والبطاطا، حيث توجد كميات معتبرة سواء مخزنة في إطار برنامج الضبط أو خارجه. ستستمر عملية التفريغ بصفة منتظمة طيلة شهر رمضان المعظم. التفريغ التدريجي لمخازن الخضر من بين الإجراءات الاستباقية لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك خلال الشهر الكريم وبأسعار مناسبة. الآن راهم بدأوا يخرجوا في المنتوج عبر التراب الوطني، ديجا السلعة راهم يقولوا راهم بلوكية شوية، راهي 4500 ل 5000 استدير نورمالمو 100%، إذا أقصى استدير تقدير ما يفوتش 6000 في شهر رمضان، هذا إذا أقصى تقدير يعني. السلعة متوفرة، سلعة خير ربي، الإنتاج في المنيعة خدمنا يعني في المنيعة، وهم شافونا سلطة تاع المنيعة تبعونا حتى الحبة الأخرى، السلعة يعني الله يبارك. كاين منتوج كاين بزاف بس الناس عاملين فات ما كاين دي كونديسيون اللي ما ساعدوهمش باش يستوكوا البرودوي، كاين دوكا العام هذا كاين برودوي، كاين برودوي اون اسبير بلي ما يديباسيش ما يطلعش كما البري تاع العام الاول. تتبع مسار المنتوج وضبط السوق ومراقبه الاسعار والوقوف على وفره السلع مهمة تشرف عليها ميدانيا مصالح مديرية التجارة. تتم حاليا عملية تتبع مسار المنتوج لتوزيعه على مستوى أسواق الخضر والفواكه المتوزعة على مستوى الولاية. الهدف من هذه العملية هي توفير هذه المنتوجات الفلاحية المخزنة أو المنتوجات الفلاحية بصفة عامة للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة. تدخل كل هذه العملية في إطار توجيهات السيد وزير التجارة وترقية الصادرات وكذا بإشراف السيد والي ولاية البويرة. وفرة في السلع وبأسعار مناسبة تشهدها هذه الأيام السوق اليومية بولاية البويرة. الله يبارك من كلش خيرات إن شاء الله، إن شاء الله دوم لنا هكذا حتى رمضان، سواء إن شاء الله ونصوموا في الخير والعافية. رحمة ربي الحمد لله، السلعة راه كاينة. كاين كاين إن شاء الله كل العافية برك وصوموا رمضان لاباس. توفير مختلف المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان وبصفة منتظمة من شأنه وضع حد لظاهرة تكديس السلع وكذا التصدي للمضاربة غير المشروعة.